أعود مجددا إلى موضوع موسم الدرعية، هل سترتكزون فقط على هذا المكان أم ستستمرون الدرعية بشكل كامل؟ إحنا درعية مقسمة لكذا كذا قسم بحكم الفعاليات اللي أول الموسم اللي أو الفعاليات اللي حتقام في الموسم. عندنا حي طريف، وحي طريف حتقام فيه فعاليات اللي الزوار اللي بيزورون حي طريف من ناحية تثقيفية ومن ناحية تاريخ الدرعية. عندنا البجيري وحتقام فيه أيضا من المطاعم الفاخرة اللي موجودة هناك وأيضا المطاعم السعودية اللي موجودة هناك. وعندنا بعض المزارع اللي موجودة حطينا فيها برضو بعض المطاعم، فالناس ممكن أنها تمشي وتتجول في أحد المزارع اللي موجودة على أساس تأخذ طابع الدرعية العام. وأيضا عندك محل الفورمولا إي والحفلات الغنائية، وعندك المكان اللي إحنا فيه اليوم البريميوم هوسبيتاليتي حتقام فيها بعض الفعاليات، وعندك واحة الدرعية. واحة الدرعية يعني حتكون هدفها هي استقطاب الشريحة الأكبر، لأن فيها فعاليات رياضية وفيها فعاليات تثقيفية وفيها فعاليات ترفيهية وفيها فعاليات تعليمية للأطفال والجميع فئات المجتمع هناك. وأيضا عندنا مزرعة الدهامي اللي حتقام فيه بطولة الفروسية إن شاء الله. فهذه هي الزونز اللي احنا شغالين عليها. صح أن الدرعية في أماكن كثير، لكن وجدنا أن هذه الأماكن هي اللي ممكن نقيم فيها الفعالية بشكل يعني مناسب، وأيضا يخدم جميع الأطراف اللي موجودة في الدرعية. كم توقعكم للطاقة الاستيعابية اليومية؟ كم توقعون؟ احنا نتوقع حول 30-40 ألف في اليوم. يعني نقدر نستوعب هذا العدد سواء في واحة الدرعية أو في أماكن الحفلات الغنائية. عدد الكراسي الجمهور أظن حول 20 ألف اللي موجودة لسباق الفورمولا إي. عدد الكراسي اللي ورانا حول 15 ألف، مع هذا المكان نوصل ل 20 ألف تقريبا. فكل زون له طاقة استيعابية. اللي متوقعينه في البجيري أثناء يعني وقت الذروة حيكون حول 3000-4000، مع أن الطاقة الاستيعابية توصل ل 7000، لكن هذا اللي احنا متوقعينه. فكل زون له اختصاصاته. طيب في عناصر تخطيطية لابد أن نتحدث عنها، لأنك تعرف يعني أيضا نعيش في وقت موسم الرياض، لكن موسم الرياض أماكن متعددة ومداخله ومخارجه كثيرة. مداخل الدرعية ومخارجها هي محددة. نعم. كيف راح تحلون هذه القضية؟ هل عندكم حافلات ترددية؟ هل عندكم طريقة أخرى؟ وش كيف راح تعملون مع هالمسألة؟ أنا أشوف أن هذا أكبر تحدي بالنسبة لنا. وعشان تكون التجربة يعني لائقة للحدث اللي نبغى نقدمه. فلدينا باصات ترددية من جامعة الملك سعود إلى الموقع، وأيضا لدينا بعض حسب التذاكر اللي موجودة بعض المواقف اللي تخدم حاملين هذه التذاكر قريبة من الموقع، في مكان يسمونه أجا مكان اللي من الشارع الخلفي، وأيضا في سيارات ترددية تخدم هذا الموضوع. التحدي حيكون أول إيفنت عندنا، لأن الشوارع الداخلية حتكون مقفلة أثناء الفورمولا إي بحكم الحواجز وهذه الأمور. الحمد لله وصلنا لاتفاق، العام الماضي مثلا كانت مقفلة تماما، وصلنا لاتفاق مع فورمولا إي أنهم يفتحونها بعد السباق، فإن شاء الله لما ينتهي السباق الجمهور يقدر ينزل ويمشي على الحلبة نفسها. العام ما كان مسموح لنا أن نسوي هذا الشيء، فقدرنا أن احنا ناخذ هذه الرخصة من المنظمين حق السباق. وحيكون فيه بعد ما ينتهي سباق الفورمولا إي لباقي الأيام باصات ترددية داخل الشوارع الداخلية تأخذك من مكان لمكان، وبنعلن عنها إن شاء الله الآن قريب على يسمونها ديزني ماب، اللي هي خريطة ديزني لكل الموقع بشكل كامل. وأيضا أي أحد يشتري تذكرة تجيه رسالة فيها كل التفاصيل بكل المعلومات اللي موجودة. بس بشكل عام أنت تنصح اللي بيجي لموسم الدرعية يجي بموتره ولا ما يجي؟ لا والله أنصح أنه يجي يستعمل وسائل النقل اللي موجودة، لأنه لكن مجرد دخوله هو يستطيع أن يتحرك وطبعا نبي نشجع الناس أنها تمشي. والله والجو زين، الجو زين. فالعام الماضي مثلا واحدة من التحديات اللي كانت عندنا أنه لمن يوصلون من الحفلات الغنائية يبون يروحون للبجيري مثلا، لأنه التراك مقفل فيأخذون لفة طويلة، فهذه فتحنا لهم اليوم مسار من ضمن التراك وأيضا من ضمن المزارع حتى جملناها أنهم يدخلون من ضمن المزارع، فيها مطاعم وفيها مقاهي يقدرون يقعدون فيها الناس. فكل هالأمور يعني قاعدين نعالج هذه الأمور، وإن شاء الله حتكون التجربة أمتع بكثير هذه السنة.